ما رايك حفي الدراجي؟ هل يعني هل هذه قدريه فاتاليزم، يعني انه قدر جزائري اذا مضى فعلا مثل ما طبعا مثل ما اشرنا ما ينقل عن سعيد بوتفليقه على الاقل في موقع عبد السمار انه لا يفكر في هذا السيناريو، في سيناريو الوراثه. هو اولا لو ينوي الترشح سيجد هؤلاء الشياطين والطبالين اللي تكلم عليها عبد الهشام سيجدهم، ولكن سيجد شعب جزائري كله رافض، لانه فرق بين الشعب وبين هؤلاء الذين يفترض ان يمثلون الشعب، لان هؤلاء الشياطين لا يمثلون الشعب، والشعب بريء منهم اليوم، ادخل فقط في صفحات التواصل الاجتماعي. سيجد هؤلاء الشياطين يطبرون له، وسيجد الشعب يرفض هذا، وفرنسا وامريكا بناء على مصالحها تدرك بان ترشح سعيد يهدد امن الجزائر واستقرارها، وبالتالي يهدد مصالحها، فهي كذلك سترفض ترشح الرجل، ربما ستقبل بترشح رجل اخر من 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 المنظومه. انا شخصيا لو يترشح سعيد ادعو الشعب الجزائري كله لكي يترشح، وانا ايضا ساترشح لمواجهته، لانه الامر يصير غير معقول تماما. يعني لا يعني لو ترشح سعيد بوتفليقه حفي الدراجي سيترشح للرئاسيه؟ سأترشح لمنافسته، وسأترشح لأظهر له بأن في هذه الجزائر شعب يرفض الاستسلام، وبأن في هذه وأن الجزائر. ولكن ليس لن تدخل لعبة الرشاب فيها السعيد واللعاب والسعيد بالشعارة اللعب حميدة والرشام حميدة؟ سيفوز بها إذا زورها، أنا متأكد. ولكن ماذا عن سيناريو في الأخير هشام عبود حفي الدراجي بالأحرى؟ هناك من يتحدث عن سيناريو، أشرت إلى فرنسا، مجلس الشيوخ الفرنسي الذي كان يحذر من مآلات الوضع في الجزائر والمخاوف من 10 ملايين سيناريو كارثي مهاجر يتقاطرون على فرنسا، يقول في آخر تقرير له 46 صفحة أن الأوضاع في الجزائر كالتالي: ليس هناك كتلة ضاغطة شعبية تدفع النظام للتغيير، وأن السيناريو المطروح هو عهدة خامسة للرئيس بوتفليقة برغم وضعه الصحي. وهناك من يرى أنه ربما هذا هو السيناريو الأفضل لسعيد بوتفليقة، ما رأيك؟ يا في جمال، فرنسا لحد الآن، فرنسا زمان في عهد الاستعمار لم تفهم شعب الجزائر، واليوم كذلك يبدو أن مجلس الشيوخ تجاوز الزمن، ولا زلت أصر وأقول بأنها لم ولن تفهم الأجيال الصاعدة اليوم. ما تحدث عليه تقرير مجلس الشيوخ لن يكون تماما، لانه هذا اعتقد انه حديث تاع سفاره وتاع شويه صالونات، واحده فيها حاضر فيها علي حداد والثانيه حاضر فيها مش عارف شكون، فهذه صالونات ليست هي التي تقرر. وهذا الصمت وهذا السكوت الذي يخيم على الجزائر اليوم هو ليس خوفا. اعتقد ان هذا السيناريو لن يكون تماما، لن يكون لاننا لا نريد ان يكون، لا نريد ان تستمر الجزائر في هذا الشكل، لان الحديث عنه عهده خامسه، قلنا لكم اعطيوهن نسمعوه، كيف عهده خامسه ولا يقدر على قول كلمتين، ولا يقدر على الوقوف للحظتين، ولا يقدر على المشي خطوتين، كيف يترشح؟ يعني سنكون مهزله كبرى، المره اللي فاتت فوتناها، هذه المره ما تفوتش، مهزله كبرى كبرى كبرى. يا سيد الرئيس الله يرحم والديك، اتقي الله في هذا الشعب. هذا هو. شكرا لك حفي الدراجي، وعيد سعيد مبارك لك.